الأخ أنس فلاح فلاحة. أخي الكريم، حضرتك ساكن في أوكرانيا؟ إيه نعم أخي، أنا ساكن حاليا بمدينة كييف. أنا خريج جامعة خاركوف الطبية سنة 2006، وبشتغل في ألمانيا في فرانكفورت طبيب أمراض داخلية. إذا جيت على ألمانيا أهلا وسهلا فيك، ومنروح على الملعب منشوف مباراة في البوندسليغا. أخي أنس، أول شيء لي الشرف إني ألتقي فيك، أنت كمان كدكتور بنفتخر فيك وبأمثالك اللي بيشتغلوا بألمانيا ورافعين راسنا. طبعا أنا كمان من خريجي جامعة خاركوف، درست طب الأسنان. إن شاء الله بس أجي على ألمانيا بخبرك، لكن أنا ممكن نزور كولن، يعني راح أكون بعيد شوي عن فرانكفورت. ما بعرف إذا نقدر نتواصل أو نقدر نشوف بعض. إن شاء الله لي الشرف إنه نلتقي معك دكتور أنس. الأخ منوعات شعيطي، أين تقيم؟ أنا حاليا أقيم في كييف. كم عمرك؟ 30. كم مرة تعرضت لموقف محرج؟ والله ما بعرف، يعني هذا السؤال بالذات أنا ماني مهيئ له أو ماني مجهز له، لكن بشكل عام ما تعرضت لمواقف محرجة. الأخ خالد الحسين، أنت مع النظام أو ضده؟ ما بعرف، لا تعليق. هاي القناة أخي خالد قناة رياضية، أنا ما بشجع غير المنتخب السوري. ما بعرف إذا الجواب هذا كافي أو لا. الأخ خالد خلدان، مبروك بس بدها تحلاية شي 1000 ميجا. والله يا ريت، تعرف أنا الإنترنت عندي كتير بطيء، بس إذا بدك بعطيك 2000 ميجا، تكرم عينك. الأخ فراس كينج، شو مشان المنتخب العربي وكيف بشكله وامتى وشلون؟ ان شاء الله الف مبروك على 30000 مشترك. ما بعرف عن شو السؤال يعني، بس الله يبارك بعمرك اخي فراس. المنتخب العربي اول مرة اسمع فيه. الاخ تيم سونغ سليرز، برأيك ما هي افضل 3 منتخبات عربية ترشحها بامكانها ان تحصل على بطولة اسيا؟ للامانة انا ما برشح اي منتخب عربي للفوز بكأس اسيا غير المنتخب السوري والمنتخب العراقي اللي انا بشجعهم. عدا عن ذلك انا بتوقع منتخبات شرق اسيا اقوى من المنتخبات تبع غرب اسيا، مع الاسف. الاخ ساهر الليل، انت بتدخن؟ لا الحمد لله ما بدخن، لكن لا يخلو الامر اني عم ارجل، يعني عم نشرب ارجيله. طبعا عاده سوريه لازم نارجل كلياتنا. الاخ لوجين علي، انت من وين؟ انا من الشام. الأخ أبو محمد الساحق، أخبار أحمد الصالح وحقيقة انتقاله للهلال؟ ما في أي أخبار عن هالموضوع لهلا. أحمد الصالح عم يتمرن بالشام، لكن ما في أي خبر عن انتقاله لنادي الهلال. الأخ قصي الدخلي، إذا ممكن نعرف أخبار المدرب. أخبار المدرب مثل ما هي، هو حاليا بسوريا وبالشام وعم يحضر مباريات الدوري السوري، وبده حبة تحت لسان مشان يتحمل هيك لعب وهيك مباريات. الأخ أحمد الخليفة، إن شاء الله عقبال ما يصيروا مليون. تسلم أخي أحمد. الأخ محمود خليل، بدنا أخبار عن عمل المدرب وما في أخبار، وشو بده يستدعي لاعبين جداد إلى المنتخب. أنا عم حاول كل يوم أنزل فيديو عن أخبار المنتخب وأخبار أي شيء جديد، أكيد راح تتابعوه خلال الأيام الجاية. الأخ علاء أو علا ساسيلا، لاعبك المفضل عالميا ومحليا، لا يهم المركز وشو بتدرس. الله يقويك، تسلم أخي علاء. لاعبي المفضل عالميا هو لوكا مودريتش، محليا لاعبي المفضل عمر خريبين. شو بتدرس؟ أنا درست طب أسنان وحاليا عم أختص بمجال تقويم الأسنان. الأخ مصطفى بالكيلوف، عقبال المليون. تسلم أخي مصطفى. الأخ أكرم أكرم، شو هوايتك ووين مستقر وشو اللي خلاك تفتح قناة؟ بتمنى تاخد تعليقي، متابعك من حمص. أول شي تحية لكل أهلنا بحمص، حمص العادية. تحياتي لك أخي أكرم. هوايتي أنا بلعب كرة قدم بأوقات الفراغ. وين مستقر؟ أنا بمدينة كييف في أوكرانيا. شو اللي خلاك تفتح قناة؟ مين حفزك أو نصحك؟ نصحوني عدة أشخاص كانوا بيشتغلوا بمنصة اليوتيوب. أنا قدمت بأكاديميات وحضرت عدة مؤتمرات بمجال اليوتيوب،
عرفت كيف يشتغلوا، كيف شو الترتيب بالموضوع. لهيك كانت عندي خلفية أو عندي رؤية للقناة اللي راح أفتتحها. شفت أنه أنا بفهم شوي بالرياضة، شوي مو كتير، لهيك حبيت أحكي عن المنتخب السوري كون ما كان في أي قناة رياضية تسلط الضوء على المنتخب السوري، وكوني أعتبر هذا شيء واجب بالنسبة إلي. افتتحنا القناة وشاركت فيه عدة أصدقاء، يعني عدة أصدقاء كمان ساعدوني بهالشي، وهلا الحمد لله نحن واصلين ل 30 ألف، وإن شاء الله نستمر بهالشغل اللي عم نشتغله.